مشاهدي لا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من الشاشه التفاعليه شوف تيفي. غادي يحيي المغرب ومنظمه الامم المتحده يوم الثلاثاء المقبل باكادير الذكرى الثانيه لليوم العالمي لشجره الارغان. ووضح بلاغ الوكاله الوطنيه لتنميه مناطق الواحات وشجر الارغان انه غادي يتم بالمناسبه تنظيم لقاء رفيع المستوى برئاسه وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات محمد صديقي. وغادي يشارك في هذه التظاهره ثله رفيعه من المتدخلين من بينهم رئيس الجمعيه العامه للامم المتحده ونائبه الامين العام للامم المتحده ورئيسه مجموعه الامم المتحده للتنميه المستدامه والمديره العامه لمنظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه والمدير العام لمنظمه الصحه العالميه والمدير التنفيذي للصندوق الاخضر للمناخ. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر. الى اللقاء.